هقرا بعض مشاركات من الناس. ايهاب امام بيقول اي تيار يدخل الانتخابات او الاستفتاء وبيده مفتاح الجنه لازم يفوز. اما استاذ خالد بغدادي يقول انا نزلت وقلت لا وفي الاخر الاستفتاء جه بنعم، فلا بد ان اتقبل ذلك ونبدا للتحضير لمجلس الشعب لكي نغير اكثر المواد الغير متفق عليها. احمد ابو الندر بيقول فواتير سياسيه وجبت الدفع. نادر ربنا يستر مش عارف مصر رايحه على فين، سواق القطر نط وسابه ماشي. محمد محمود كنت اتمنى ان ارى في مجلس الشورى جميل اسماعيل ووائل انديل وعلاء الاسواني، وابالغ في التمني فاقول وعبد الحليم انديل. دكتور احمد محب اعتقد اننا المفروض نبطل نحكم بالاسماء، لازم نكون عمليين ونحكم على المواقف وننتظر الاداء ويكون هو عنوان كل اسم ورصيده للشعب. محمد بيقول المشكله مش مجلس الشورى، المشكله في المركب اللي هتغرق بالناس، هتغرق بالناس اللي فيها، ومحدش عارف لا يهرب ولا يعوم وكل الركاب مستنيه الموت.